هو شهر تشرين بكلنا يعني من ذكرى من 13 تشرين وصولا الى 31 تشرين ل 2016، كلها تواريخ بتعني الكثير للتيار الوطني الحر ولرئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون يلي ولايته بتنتهي ب 31 تشرين الاول 2022. هيدا الشهر رح يكون كله مخصص لحتى نحكي عن كل تفاصيل ما يعنيه تشرين بالنسبه للتيار الوطني الحر وبالنسبه للبنانيين اجمعين. وضيوف اليوم شباب من التيار الوطني الحر، زينه سلامه ويوسف جبران، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. ليديز فيرست طبعا. زينه، انا اليوم ما رح نحكي سياسه كثير، رح نحكي اكثر بركه وجدانيات ومشاعر وجيل شباب ما بيعرف شيء عن الحقبة يلي كانت من 88 إلى 90. ليش أنت اليوم تيار وطني حر؟ بيك وأهلك كانوا تيار وطني حر، ولا أنت وعيت واخترت أنه تكوني على هيدا النهج يلي أسسه فخامة الرئيس العماد ميشيل عون؟ أول شيء بونسوار. نحن بالبيت أكيد تيار، خالي من المناضلين القدامى أكيد بعده يعني، بس ما في التزام يعني، ولا امي ولا بي. انا اول بطاقه بالعائله الكبيره. ما في التزام يعني، ما في بطاقه حزبيه، هيدا انا اول واحده. في تأييد مزبوط يعني، يعني بس ما في، وحتى ما في نشاط. انا اخترت هيدا الخط، فانا ربيانه بهيدا البيت، بس ما بنحكي سياسه. كنا انا نقيت هيدا الخط ب 17 تشرين يعني نهار 17 تشرين 2019. اوكي. كان بعدنا اول شيء واصلة على لبنان، وكان هيك كانوا كيف فليتي ولازم نضلك هنيك، عندك اوبورتونيتي. ما بدي اعيش برا، بدي اعيش هون، انه بدي هيدا البلد وخضت الدنيا يعني. وصلت اخذت شوية فاكونس، جيت بعد جد وخض البلد، وحسيت كل هيدا الضجة اللي صارت بالثورة حسيت فيها نوع من كسل، انه انا اليوم جاية بدي تلاقي حيالة طريقة تشتغل تدبر حالي تضل بهيدا البلد تهيك، وهونيك عم نروح على طريق الهين، على التكسير، على نعمم انه يلا كلهم يعني كلهم. مين قال لك كلهم؟ قريت عن كل واحد، ما بدي دافع عن حدا، بس قري عن كل واحد شو عمل، وين راح، وين اجا، شو كان دوره، شو كانوا صلاحياته، انه هيك يلا نمشي مع الهوا. هيك كان اكيد مش معقول امشي مع هيدا الهمروجه يلي كانت. فا اوتوماتيك مام يعني، صحيح البيت يمكن مأثر، بس اكيد كان في قناعة يعني 90% و10%، لانه الباك جراوند انه منه حزب تاني، او الباك جراوند هو تيار وطني حر. ولليوم يعني ولا مره بقول لا ولا اكتيفيتي ولا مسؤوليه ولا شيء. احلى شيء بعمله بحياتي هو انه بشتغل بالتيار ومع الشباب، لانه عن جد في طيبه بالشغل وفي حس بالمسؤوليه ما عم لاقيه ولا محل ثاني. خلينا نقول انه بنتطوع بالتيار مش بنشتغل. مزبوط اكيد. في فرق بالتين. رح ارجع لك كيف بعد 17 تشرين مع كل الهمروجه يلي كانت عم بتشيطن التيار انت قررت تيار، بس بدي ارجع لعندك يوسف. يوسف، كيف شاب بعمرك يلي هو الطريق الاهين لإله يكون انه يمكن بهلا بهالفتره ما يكون تيار وطني حر، يكون ما بعرف بحراك 17 تشرين باحزاب هيك فيها يعني فيها دغدغه للمشاعر اكثر واستفزاز اكثر، ليش انت تيار وطني حر وشو بيعني لك هذا الموضوع؟ هذا السؤال لنبلش هيك بطريقه سوبر هينه، هذا السؤال كثير انسالته بالفتره الاخيره. رح أقول لك شغلة، أنا شخص بغض النظر عن الجواب اللي بدي جاوبه هلأ، أنا شخص بطبيعتي بشخصي ما بحب الطريق الهين على طول. المسؤوليات والشغل وحتى باجتماعياتي الأصعب عم بكون عم بختاره، لأنه بس أوصل للي بدي إياه بحس حالي أنجزت شيء شخصي، وهي self satisfaction مثل ما واحد بيقول. بس واحد يختار طريق الصعب ويقدر يوصل لهدفه. ليه أنا تيار؟ رح أقول لك إياها سريعا بمختصر. أنا أكيد عمري ما كتير كبير، عمري 23 سنة. من وقت ما وعيت على هيدي الحياة وخصوص الحياة السياسية، أنا ربيت ببيئة كنا عايشين من بعد كل شيء قطع فيه لبنان، أهلي، جدودي، قرايبنا، صار في إذا بدك ديلام عند الشعب اللبناني هيك مثل تخبط أو تساؤل إذا الجيل الجديد يلي هو نحنا بخلوه ينخرط بالسياسة أو لا، بيوعوه على الحياة السياسية أو لا. صار في مثل عند تساؤلات خصوصي عند أهلنا،
منترك اولادنا بلبنان يشتغلوا سياسي ولا بنبعتهم لبرا بنبعدهم عن هيدي الاجواء، خصوصي من بعد كل الاشياء اللي قطعت على اهلنا من حروب لمشاكل. اذا كانوا ملتزمين بيصيروا بعمل فيهم مثل ما صار 100% وما كان بدهم مثل ما هلا حضرتك عم بتقولي انه يجرونا للاشياء اللي هن يمكن وصلوا لها وما كان بدهم يوصلوا لها. صرت وعيت على فكر على فكره بالاحرى جنرال ميشيل عون، كان بعده جنرال، وعيت على فكرة تيار وطني حر عم ينبنى من حالة شعبية مثل ما كلنا منعرف. التيار بلش بحالة شعبية كتير كبيرة، كان الانتوراج وأهلي والباكراون تبعي كله منخرط فيها، ما كان حزب مؤسساتي يعني، ما كان حزب هيكل، كان في هذا الانتوراج اكيد الخط السياسي. بما انه انا الدلام اللي حكيت عنه اللي كانوا واقعين فيه اهلي يمكن او اهل البعض من الشباب بلبنان، حبيت شوف اذا هيدا هو الخيار الصح او لا، حبيت اعرف اذا انا وين معقول صير. سالت استفسرت حضرت قريت شفت وجهات نظر كثيرة، شفت غير احزاب، شفت غير قياديه، شفت غير رؤساء، شفت غير اذا بدك عالم مؤثره بالشعب، ما قدرت لاقي حالي غير بفكر ونهج التيار الوطني الحر، ما قدرت لاقي حالي، ما قدرت لاقي لبناني اللي انا بحلم انه اربى فيه غير بوجدان الرئيس حاليا والجنرال بالوقت ميشيل عون. هذا رح يكون لها بارتي خصوصا لحالها، كيف بتشوفوا العماد ميشيل عون بعد كل هالتاريخ؟ زين، على 17 تشرين كان نقطة تحول بحياتك، بس نقطة تحول عكسية لانه في كتير شككوا ب 17 تشرين وفي كتير صار عندهم يعني من كثرة التنمر والبولينج والأذى اللي تعرض له التيار الوطني الحر والشيطنة، واللي يعني وكان واضح انه ثورة او ما يسمى بثورة 17 تشرين كانت معمولة ضد التيار الوطني الحر. كيف انت تأثرت سلبا بهيدي الافكار يلي جربوا يزرعوها وكفيت بنهجك السياسي يلي هو خط التيار الوطني الحر؟ شوفي قد ما القناعة كثير مهمة، يعني انت بس تكون مقتنعة بخط بيصير اللي عم بيتنمر انه مثلا انستغرام وفيسبوك وهيك انه شو ما تعرضنا العالم كانوا عم بيتسلوا فينا يعني المساجات واقرب الاصحاب، لانه في اختلاف ويمكن قبل ما حدا بيعرف انه انا معقول كنت تيار ففجأة هيك ظهرت انه هي عونية. ايه لا اكيد انه في وكان في قلة اخلاق بطريقة من اقرب الناس، بس خلص انت بس تكون مقتنعة بشغلة وهون بترجع للاشخاص يلي فلت. يعني كان في مزبوط في اشخاص فلت اكيد، لانه في كتير ناس يمكن تكون منا مقتنعه منا مزعزعه مزبوط، يمكن كمان حتى حي ظرفها بالحياه ما ساعد انها تكون عم بتضل عم بتسابر بالوقت يلي كمان في كتير اشخاص كانت يمكن بعيده ونشد عصبها زياده، يعني مش نحكي عن الميلتين يعني اللي مثل كتار كتير. فهون القناعه اشتغلت كتير انه شو ما بدهم يحكوا، بعدين حكيوا رجعنا التقينا ببعضنا وسلمنا على بعض وصرنا سوا، وين المشكل يعني كل واحد بعدين هن عطوا رأيهم. ما بتعمل شرخ سياسي حتى بالعلاقة الشخصية برأيك؟ ما هون انت كمان الطبع يعني انه ليه ما هو اصحابي انه بعدين ما هن كانوا قوات واشتراكي وصور وكتائب بس اصحاب حقيقيين بيقبلوا يتنمروا بالسياسة اذا كان شخص صديقك عن حق بيقبل انه يعرضك لهيك ما هو بس التقفك بيستحي منك بيرجع يعني وقتا نرجع نلتقى سوا هيك بتيم بلو ما تنقذ انا بعدني مهضومة مثل ما كنت قبل ما تعرف اني عونية، سلم علي بونجور كيفك انا قبلين اسلم عليك انت حكيت عني وانا عم سلم عليك انت ليش ما بدك تسلم علي شو طلع لك انه ما عملت له شيء. فلا لا ما كانت اكيد كان في تنمر بس خلص انت بس تكون مقتنعه شو ما بيعملوا ما في مشكله. هذا بيرجع لقد ايه الواحد شخصيته بتقدر تتحمل مشكله الناس مشكلة. يعني في ناس بتروح لمحلات اكستريم. يوسف الجيل ما بدي اسميه الجيل القديم للتيار الوطني الحر يعني اللي اكبر منكم، شو تعلمت منهم؟ قديش انتم بتكونوا على طول بعرف بمخيمات وبقصص وانت شو بتعلم للي اصغر منك؟ يعني كيف بتعيش هيدا التجربه؟ ليك رح اقول لك بمحل نطلع بالجيل الأكبر منا بالتيار أو برات التيار، كل حدا شارك بالحياة السياسية أو بالنضال بمحل معين بنظرتين. في عندك أول نظرة للأشخاص يلي من بعد كل شيء صار بالتيار، أنا بشوف التيار لأنه أنا بقلب التيار، يمكن بغير محلات في نفس الشيء بقلب التيار، من بعد كل شيء قطع على التيار ومن بعد كل شيء قطع على هودي العالم يلي كانوا مناضلين وشاركوا بالحروبة وشاركوا بالوقفات وشاركوا بالتظاهرات وعرضوا حياتهم للخطر وعرضوا أولادهم لأنه يتيتموا وعرضوا أهاليهم لأنه يخسروا أولادهم وبعضهم اليوم بالتيار. هودي بنتعلم منهم الصلابة والإرادة
وانه واحد بس بده يوصل لشيء ما رح يسكت او ما رح يتعب غير ما يوصل له. ووجهه نظر تانية بتقول الاشخاص يلي ما قدروا يوصلوا من خلال التيار هول متعلم منهم انه ما نكون وصوليه، لانه اليوم كل حدا كان مغناطيس على التيار بس تيقدر التيار يوصله او يقدر يوصل لمحل ما هو بده من خلال التيار وما قدر يوصل. شفنا اليوم وين عم بيروحوا، شفنا اليوم معلش شو عم بيكون حقه كلامهم تما نقول هن شو حقهم، شفنا اليوم وين عم تنتهي مسيرتهم ان كانت سياسيه او الاجتماعيه، وشفنا اليوم العالم والراي العام شو عم يحكي عنهم. هودي الوجهتين نظر انا ما بتمنى ابدا ولا نهار بحياتي لا سمح الله اكون من تاني وجهه نظر لاشخاص الوصوليه. انا ما بدي شيء، ما بدي شيء غير لبنان، انا ما بدي شيء غير انه نقدر نبني هذا البلد ويقدروا يربوا فيه اولادي انا بعد 10 سنين و15 سنه. بقول لك انه انت هلا عم بتنظر، يمكن لانه انت اهلك مرتاحين ووضعك مرتاح ما انك عايز مين تهاجر. ما انا عم بعطي وجهه النظر الاخرى انه يمكن يقولوا لك انت هيك عايش تيوري، في كتير ناس موجوعه مش هيك هي اضطرت تترك لبنان واضطرت تفل واضطرت تكون بغير محل. شو بترد انا جواب كتير سهل، مثل ما في عالم بشرتهم سوداء وبشرتهم صفراء وبشرتهم حمراء، ومثل ما في عالم شعرهم اشقر وشعرهم اسود، في كاركترات وفي شخصيات. انا كاركتري وطبعي وشخصيتي انا ما بيسمح لي اترك التيار كرمال فل على غير محل واترك لهم لبنان مثل للي هن بدهم يوصلوا له. طب اذا انا فليت وانت فليتي وزينة فلت وكل الرفقه والاصحاب بيفكروا مثلي فلوا، لمين تركنا لبنان؟ هذا البلد اللي احنا ما اخترنا نخلق فيه اصلا، ولا اخترنا نربى فيه اصلا، ولا اخترنا. انا لو في نقي عائلتي بروح بنقي عائله ملكيه عايشه بالخليج او بامريكا او شي محل تاني وبعيش احلى حياه وما بسال عن شيء. نحن ما نقينا وين خلقنا، وما نقينا مع مين ربينا، ولا نقينا شو الانتماء اللي بدنا يمكن نوصل له بعدين. انا بامن بالقدر، القدر وصلنا لهون. نحن عيب علينا وعيب على اخلاقنا نحن نترك لبنان للاشخاص يلي ما بدهم لبنان، يلي بدهم الشيء اللي هن بيفكروا فيه. انا مش رح اترك للتيار لاني شايف، مش لانه انا متعصب للتيار بدون سبب ابدا. انا شخص اللي بيعرفني واللي عم يحضر الحلقه هلا وبيعرف انا شو انا مين وكيف شغلي، انا شخص ابدا مش متعصب ولا 1%. انا ابدا منفتح للاراء، انا منفتح للاراء للاخر لابعد حد. بس انا بشوف انه التيار هو الوسيله الوحيده اللي قادره توصلني للي انا بدي اياه، للبنان اللي انا بدي اياه، لمحل ما انا بدي اربى وربي اولادي وموت. انا مضطر انه اكون بالتيار، وعيب علي اترك التيار، عيب ما ادفش هالتيار لقدام، وعيب ما اكون انا قيمه مضافه لهالتيار انا وغيري. انا ما عم بحكي عن حالي بالشخصي، عم بحكي كشباب كشباب 100%. زينة انت قلت لي انك جيت من لبنان قرب 17، جيت من برا قرب 17، وين كنت وشو درست؟ انا اركيتكت، درست هون وكان عندي اوبورتونيتي اشتغل بفرنسا، وكان جافي اون بورس يعني رحت وكان في نضال ايه ولا انه فكرت انه بكل اكيد الاكسبيرينس بتعقد يعني رح اتعلمه هونيك، يمكن هون كل حياتك ما تتعلميه لانه سي غرانديوز يعني. بس انه الدنيا مش شغل ومصاري، ليش ما في ما مش شغل ومصاري، الدنيا علاقات اجتماعيه، الدنيا انه امي سالتني مثلا لشو اشتقت، قلت لها زمر من البيت للاوتوستراد، انه في هيدا دكانجي والمختار وهيك، انه انا بحب هيك، بحب سلم على العالم. بعدين في لكوتي ابارتونونس يعني الانتماء، ايه انه انا كنت فرسان وطلائع وكشافه وميسيونير وهيك، انه وين هونيك تروحي تقعدي بهالمترو روحه رجعه، انه في معنى تاني للحياه ما بتلاقيه ولا محل. ما في هذا الشعور، ما في. في بس تعليق على كلام زينة، اكيد تفضل. انا على طول بفكر بهذا الموضوع انه نحن من حظنا الحلو انه عن جد خلقنا بهال 10452 كيلومتر مربع يلي هو العالم كله بتعرف بعضها فيه. وانا كل ما اتلاقى بشخص الا ما هالشخص يكون يا بيعرف حدا انا بعرفه يا في قربي انا وياه، مش معقول. حلو بمحل واحد يرجع مثل ما عم تقول زينة يحس بالانتماء لهيدا الوطن الصغير يلي كلنا بنعرف بعضنا فيه، يلي حرام نفرط فيه كرمال نكت سياسي او محاصصات او مصالح شخصيه. عن جد نحن برا ارقام، انا ما بدي اكون رقم، انا ما بدي اكون رقم تروي دو جبران، ما حدا بيعرف انا مين، بموت ما حدا بيسال عني. انا بلبنان غير، لبنان خلق تنحنا نكون فيه، مش نحنا خلقنا. مش بس بلبنان عم نشوف ونقرا انه فرنسا بازمه، اوروبا بازمه، هلا الحرب الروسيه الاوكرانيه عم تاثر على كل العالم. بدي اسالك سؤال ست ادمه، نحنا اي شعب بيقطع عليه الازمات اللي قطعت علينا وبيضل واقف؟ مش معقول، مش معقول شعب يوصل دولاره لل 40 الف ليره وبكره والخير لقدام، مش معقول شعب يعيش بلا كهرباء 24 ساعه بلاك اوت بلبنان كله،
مش معقول شعبي ينطر 3 ساعات ليشتري ربطة خبز، مش معقول شعبي يوصل لمحل ما يقدر يعبي بنزين بسيارته. بيعتبروا انه التيار هو مسؤول عن هذا الشيء، شو بتجاوبهم؟ بدي اقول لك شغله، اللي بيعتبروا انه التيار هو مسؤول عن هذا الشيء هن اشخاص ما توخذين وما احتراما للكل، سطحيين، سطحيين بالسياسه. يا بدنا نحكي سياسه مزبوط ونشوف اصل المشكله من وين واصل البلا مين، يا بلا ما ننظر على بعضنا. انا عندي وجهه نظر وانت عندك وجهه نظر، انا بقعد معك نتشاور. واحد المفكرين بيقول انه انت بس تقعدي مع شخص الاي كيو تبعه او طم الاي كيو تبعك، مش انت بتطلعي لعندك، هو بينزلك لعنده. صحيح. بقى انا بتجنب هودي الحوارات اللي مع الاشخاص اللي هن معقول ينزلوني لعندهم الاي كيو تبعهم. الجاهل عطول ما بقدر جادل الجاهل 100%، بده يغلبك الجاهل لانه ما عنده معطيات، ما عنده ارقام، ما عنده اصلا. في شغله اسمها معنويات. المعنويات انا بتطلع عليها من منظار تاني، مش من منظار حزبي وسياسي، انا بتطلع بالمعنويات من منظار عيشتي. بالمرض واحد اذا مريض بيقولوا معنويات وهي كل شيء. المريض معنوياته بالارض والمعنويات يمكن يخسر حياته. بالشغل المعنويات هي كل شيء. واحد عنده شركه معنوياته عاطله شركته ما بتنجح. بالجامعه بالمدرسه بالفوتبول بالسبور، واحد بفوت على ماتش الفوتبول معنوياته خسران بده يخسر، منهزم صح بيخسر الماتش. طب كيف اذا كنا بسياسه بين احزاب بين مفكرين بين صحفيه بين رؤساء بين ميليشيات اوقات بين ناس حاربت بالجيش وبين ناس قاتلت الجيش؟ طب كيف اذا كنا بحق المعركه حق الالغام؟ يا بدها تكون معنوياتنا صلبه نقدر ندافع عن القضيه اللي نحن عن جد عم ندافع عنها وعن ارائنا السياسي بمحل، يا بلا ما نكون اصلا، يا بلا ما نكون. ما انا ما بقدر شارع حدا مثل ما قلت لك معنوياته هابطه او هو جاهل. زينا انت عادة بتطلع بكمان برامج حوارية، قدمت ساعة الحقيقة، شاركت اكيد زميلتي وصديقتي نانسي صعب وسينتيا والياس ومايا وكل الشباب والصبايا اللي شاركوا بهذا الموضوع. كيف كانت التجربة؟ اشتغلتوا على ملفات فساد؟ فتتم بالعمق قديش كان في كمية من الفساد من هيدا المنظومة من 30 سنة من التسعين وصولا لهلا؟ بدي جاوب على سؤالك بس انا ما بعلق على شيء قاله اكيد يوسف. تفضل. انه قال قبل ما نعرف مين اصل البلا، هو مش بس مين وكيف اجا هيدا البلا، لانه ما في غير الكيف اللي رح الكيف الجديدة هي كيف بدي زبط البلد وكيف انتزع البلد. هون هيدا هالمعرفة اللي رح تخليك مش بس تحاسبي وتقولي هيدا ما خصه وهيدا خصه، انت كيف بعدين بدك تشتغلي ان كان بالتيار الوطني الحر او حيلا حزب بده انه هيدا البلد يتحسن ويرجع يوقف على اجريه مثل ما لازم يشتغل. ف هيدا الكيف هي قسم منها كان الغشاش اللي عملناها بقلب ساعة الحقيقة. فكان عملنا كنا عم نعمل الغشاش بملفات احنا ما خصنا فيهم، يعني صحيح. يعني سوليدار اوكي انا بركي لانه اخشيتاكت، بس انه ملف الكهرباء كاخشيتاكت ما بفهم شيء بالكهرباء، بس تقعدي مع اشخاص تنبشي تروحي لكذا مرجع مش مرجع واحد، مثلا هيدا اللي بس بيحضر المحطه اكس، انت ببلد كل حدا عنده راي، يعني ما في ولا محل رح يعطيك اياها 100%، انت بده يكون عندك حشريه تقرا هون وهون 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 تتفهم سيقول بوان كوما. ف هون الملفات يعني اكيد اكثر بيثبتوك بالطيار لانه بيخلوك تعرفي الحق من الباطل بمحلات كثيره، كثير بيخلوك تغيري وجه، لانه اخر شيء المتركاج يعني اذا انت مش حدا محصن من جوا بتروحي بغير محل. مزبوط. هلا الكوتي سيانتيفيك ما في حدا بينافس الطيار فيه، يعني نحن العلميه والبراهين والاثباتات نو واي. بس هي وين الشغله؟ اول شيء انه ما منخاف، يعني وقت يكون في ملف فساد ما في، نحن عم نعمل غشاش، يعني انا عم بقعد مع العالم عم بقول لهم انا وسينتا والياس نحن وقاعدين ما في محل انه ما تجيبوا هالسيره احسن ما يلقطوا علينا اكس، كنا عم نحكي شغله كلها لانه عن جد ما في ولا محل معقول واحد يفوت علينا من بمحل انه ليه بدي خبي وبده هول كل الكذب يلي كل هول العالم بيصير يقولوا ما انتو سرقتوا انتو خيي وين ما احنا حطيتهم نبشتهم انا تعرف كيف بدي احكي معقول فوت حالي بمشكله؟ ما في عطول بينقال انه عطوني ورقه اثبات وين سرق الطيار الوطني الحر. ما في وهيدا شيطنه الوزير جبران باسيل، يعني اذا رح اشترى كيلو بندوره بينما في ناس عم بتروح
وتسوح تشتري بيوت بباريس وتشتري بيوت بباريس والبلد على يعني مثل ما بيقولوا بحاله يعني عن جد ما في اصعب من هيك. بس لا بنروح بنلحق التيار ورئيس التيار وين اشترى خضره وشو عمل واي ساعه راح. هيدي كيف بتنظروا لها انتو؟ اكيد عقب على قالته زينه في شغله كثير مهمه قالتها زينه انه التيار سرق التيار فاسد وعم نحكم على التيار وكانه نحن بقلب العالم بحكم على التيار ولا وكانه هي بصلب التيار. بدي خبرك خبريه 30 ثانيه عن وينستون تشرشل. طلب مره مستشار له وبما انه ديمقراطي الزلمه بيعمل ابل انه بدي مستشار له دعي ودعيت السكرتير تبعه وصارت تتوافد هيدا الناس على على البيت اللي عنده كرمال يعمل انترفيو مع المستشار اللي بده يوصفه عنده يستلم هيدا المهام. كيف كان طريقه الانترفيو تبعه؟ كان كتير لفتتني وترو ستوري على فكره. يعزم الشخص يلي بده يعمل معه الانترفيو على الغدا، يقدم له طبق الاكل ويحط له ما ملح حده. اول شخص فات لعنده اخذ الاكلات وملح رجع اكل، قال له انت مرفوض، قال له بس بعد ما حكيتني، قال له بس انت مرفوض. فات الثاني نفس الشيء ملح قبل ما يدا، قال له انت مرفوض بعد ما حكيتني. تزعل منه هيدي الناس. فات لعنده شخص معتر درويش ادمي هيك حبوب قصير كذا بس حكيم، فات قعد عنده اخذ الاكل ضاق استطعم رجع ملح واكل، ما حكي معه قال له انت توظفت. انبهر الزلمه قال له ليش توظفت؟ قال له انت ضقت قبل ما تملح، انت ما ملحت، انت ما كنت عارف شو طعمتها للاكله. وهيك عم بيصير بالتيار. التيار بنجي بنحكي عنه قبل ما نعيش فيه، بيجوا بيهتوكي قبل ما يعيشروكي وبيتهموكي قبل ما هن يكونوا عارفين انت مين. طب ما هيدا ما بيقهر، هيدا الشيء بيقهر. ان كان الشخص محزب بغير حزب او مش محزب بغير حزب، وهلا في عنا موضه هيدا انا مش مسيس وانا مش حزبه. طب ليه؟ طب انت كيف انت صار تهمة انه واحد محزب انت تنتمي الى حزب، صار التهمه وسوشيال ميديا وتنمر انت كيف ناوي توصل فكرك ونهجك وتفكيرك وتطبق هيدا الشيء اللي انت بدك اياه اذا منك محزب او اذا منك بحزب؟ طب هلا هودي النواب التغييريين والثوره والتغيير، طب ما هودي بالاخر حيجتمعوا حيعملوا كتله بدهم يسموها شيء معين. صار اسمه كتله النواب التغيير. طب ما هيدا شو؟ طب ما انت صرت بكتله في الى نهج في الى فكر في الى صرت شيء مثلك مثل الحزب. ما الحزب كل الفرق بيني وبينك انه انا اسمي تيار وطني حر، انت اسمك نواب تغييريين، انا بشوف لبنان هيك، انت بتشوف لبنان هيك، بس نهايتنا بنشوف لبنان. نحن كلنا متفقين انه بدنا لبنان، كلنا متفقين انه بدنا شيء. اولك كلنا كل المتفقين انه بدهم لبنان، ولا في ناس بدون ما بدهم لبنان، بدهم امتدادات خارجيه بلبنان؟ بتقول لك شو بدهم مثل ما عم بتقولي، هن بالنسبه لالهم لبنان هو الامتدادات الخارجيه تبعه، نحن بالنسبه لنا لبنان هو لبنان السيادة والحر والمستقل. نحن ليش على طول ان كونفلي مع غير عالم ومع غير وجهات نظر ومع غير بصراع مع غير احزاب ومع غير تفكير؟ لان نحن سياديه وحرين ومستقلين. انا بوجهه نظري كشاب مطلع على سياسه جديد اليوم وعيت على الحياه السياسيه مش من زمان، انا بشوف انه ميشيل عون بمحل معين فخامه الرئيس ما كان عهده مثل ما هو بيتصور، لانه ما قبل يخضع لالهم ولقراراتهم، وما قبل يفوت بال 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 بالمنظومه تبعهم، ما قبل يفوت معهم بصفقاتهم، ما قبل يستفيد منهم. مشان هيك فشل ميشيل عون بمحل معين. اكيد ما في، نحن بالنهايه الزلمه انسان ما انه كامل، مش نقدر من عند الله، الزلمه انسان طبيعي بمحل هو مش بده فشل. اذا بدنا نقول هو طريقه اجبار على انه نحن ما بدنا اياكم تعملوا وتنجزوا هذا الشيء بهذا العهد، ما بدهم يعطوك الكريديبيليتي لإلك. هيديك نحكي عن توطين اللاجئين ودمج النازحين. زينة علاقتك بالعماد ميشيل عون فخامة الرئيس كيف بلشت؟ يعني كشخص ككل التياريين عندهم هيدا الرمز يلي هو العماد ميشيل عون بعد الحالة العونية من 90 لهلا، من 88. هيدا أصعب سؤال معقول ينسأل لحدا هلا، خصوصا انه حدا انه سمجون يعني أكيد. بس تحكي مع افيك ان جون تقولي له ما ميشيل عون، بيطلع فيك انه انت شو بتعرف عن ميشيل عون؟ ما مش على ايامك مثلا. مزبوط، هيدا الجواب على طول. ايه بس هلا في ان كوتي يلي هو دي كوتي دارس البروجي ديبلوم تبعي كان خاصه بلبنان ملتقى الحضارات، وانا كنت عم بعمل ريشيرش مش عن الجنرال، عم بعمل ريشيرش عن كيف موقع لبنان الجيوغرافي بخليه يكون عنده رساله ابعد بكثير من انه بلد فيه ناس وعايشين. مثل ما قال القديس يوحنا بولس الثاني، هو اكثر من بلد هو رساله. صح. ايه بيطلع
بارتي عن الجنرال مشعل عون وصحف مش لبنانية مقدم مشروع لبنان ملتقى الحضارات وهي. فهي هون شوى بلشت انه بدي اكتشف شوى زيادة من غير انه اهلي بيحبوا مشعل عون. هذا شخص يلي هيك بيفكر لانه وانا عم فكر وعم لقي جواب عم لقي جواب بكتابه او ايه فهذا اكيد شخص عنده رؤية بعيد كتير يعني من هون فينا جاوب على قصة اذا في فشل بالعهد بكير تنعرف اذا نجح ولا اذا فشل يعني حتى التاريخ بعد فترة هيدا كله هيدا الحكي والتصعيد هلا هي عن شيء الاعلام بيعمله بس هو زينا الاعلام هون ترجع كفي معك هو ما عاد اعلام يعني هو صار تليفون بايد حي لحدا بيكتب اللي بده اياه فهمان مش فهمان عارف مش عارف يعني تنمر وقلة اخلاق يمكن ما بعرف بدي احكيكم عن هذا الموضوع بس بالاخر ولا ف ايه هيك بلشت بعدين رجعت صرت هلا افكر انه انا بنت بالطيار انه مشعل عون الرئيس شو هو اوكي اكيد اول شيء مرجعيه يعني بتشوفي مثلا بيصير ازمه بالبلد بيطلع حكي من علي عنا من 5-6 سنين من 10 سنين حكي شغله مثل ما بتصير يعني هو قصص حلوين كتير يعني بتعرفي انه هاي زلمه ما زال عرف قبل يعني اليوم عرف حاله شو عم بيعمل انه مين نحن اللي بنقرا بس اختيك نعرف على الاد انه عامل غلط او عامل صح يا عم هاي زلمه حكي هون بتقرا ارتيكل يمكن في غيرك ما بيقرا حتى مزبوط بتويت سميت في اجيال التايتلز العناوين نقرا عنوان من برا نعمل سكرين شوت للعنوان وبنحكم مع حدا وبننزل كل قله الاخلاق من ورا تايتل ارتيكل بعد ما شفنا حتى المضمون فهيك بلشت فكر عن الرئيس بعدين بس تبلش تشوفي مثلا الوزير جبران كيف بيحكي وهون بدي ارجع على قصة اذا في قلتي له انه في ناس يمكن لانه هو مرتاح او غيره مش مرتاح بيحكم على الاشخاص ما ليش منه مرتاح تمام ما هن ما في ناس قعدت بهيدا البلد سنين عم بتعلمك تشحدي انه اكيد ما رح يكون اليوم هيدا الشخص معه مصاري اذا وقت فركش بالدرج بيعمل الو بليز عايز حدا يساعدني هون طب ما في تفكير انه انا بدي ادبر حالي انه ما في كهرباء اوكي كلنا عم نعاني من الكهرباء بس ما بتخلص الدنيا اذا راحت الكهرباء بدبر حالي تكن رجعت الكهرباء بعمل شيء ثاني انه مش عم نقول عم نقبل بالظرف الصعب ما عم نقبل بس اليوم هي هيك يا مننق ومنكون نيجاتيف مثل ما كل وسائل الاعلام اللي عم بتكون هالقد نيجاتيف يا بدنا نلاقي طريقه تنضل واقفين مزبوط تقطع المرحله الصعبه تقطع ما في مجال هالحياه بتنزل ترجع بتطلع حني واحي وراك نزلت طلع الحياه تبعوا بيروت بتنزل وترجع بتطلع سلافي بحيلا شيء علاقات اجتماعيات عائله كل شيء الواحد علاقته مع حيلا حدا بتنزل ترجع بتطلع بترجع بتنزل بترجع بتطلع فهون ها اهم علاقه انا اياها مع مشعل عون انه هيدا شخص ما عم بيعطيك خط سياسه تتمشي فيه ولا تتكره يغيرك ولا تتحب فلان وما تحب فليتين عم بيعلمك كيف تحافظي على كرامتك كيف تبني بلد بلا ما تعوزي شيء من حدا انه عم بيعطيك اغلى شيء معقول واحد يعطيك اياه اغلى شيء واحد يحافظ على كرامته المصاري رح تروح وتجي هو يحافظ على وطنه لانه اذا راح الوطن ما بيبقى شيء لك تحافظي عليه من هيك بعده مضايق البلد لانه بعد في ناس هيك يوسف انت علاقتك بفخامة الرئيس كيف بتشوفه يعني كشاب عمره 23 سنة بجيل هالقد بعيد عن بعضه كيف بتشوف هيدا الشخص يمكن سائل كتير ناس هيدا السؤال بس بشك انه حدا يقدر مش يقدر حدا مصر له يجاوبك مثل ما انا رح جاوبك هلأ اسمحي لي قلك جنرال عون انا بعرف جنرال عون بعرف الانسان اللي فيه قبل ما أعرف الجنرال الوطني السيادي والحر اللي فيه عندي تجربة خاصة مع جنرال عون وأنا هيدا يمكن ما بنسيله إياها لأنا ولا أهلي ولا أولادي ولا أولاد أولادي والتاريخ حينصفه جنرال عون قطعت بظرف صعب أنا شخصيا بظرف صحي صعب وما كان في غير محل واحد بلبنان بقدر أنه يكون عم بخلص حالي من هالظرف الصعب فيه وكان بده للأسف لأنه نحن بلبنان واسطة تواحد يقدر يتعالج ويقدر يكفي حياته الجنرال عون بدون ما يعرفني بدون ما يعرف أنا مين وبدون ما أكون حاكي معه ولا متلاقى فيه بمجرد تليفون قالوا له في شخص هالقد بحبك وبيعرف عنك بحاجة لهالموضوع عمل العمايل مع العلم أنه المحل يلي أنا كنت بحاجة أنه فوت عليه لكان خصنا فيه للأسف كمسيحية ولا خصنا فيه كطيار ولا خصوا فيه كعماد عون وما كان يقبل يرجع يفوت على الجلسة كان بالجلسة بس دقوله كان نايب ما كان يقبل يرجع يفوت على الجلسة غير ما
يوسف ينقبل بهالمحل. أنا هيدا الشيء عرفني على ميشيل عون الإنسان قبل ما يعرفنا على ميشيل عون الوطني الجنرالي اللي كلهم بيعرفوه. شغلة تانية، عيونك دمعوا بهذا الموضوع نحن عم نحكي فعلا. ليك هيدا موضوع كتير بيأثر فيه بمحل، لأنه ما حدا بيعرف ميشيل عون، ما حدا بيعرف ميشيل عون شو بده، ما حدا قادر، ما حدا للأسف. بس إيه اللي بعدهم مؤمنين بنهجه وبيعرفوه، مؤمنين وبيعرفوه قد ما ربع لازم يعرفوه. ميشيل عون ما في واحد يعرفه. ميشيل عون أكبر بكتير من إنه نحنا نعرفه. نحنا أنا كجيلة والأكبر مني والأكبر منه كتير بعاد إنه يعرفوا ميشيل عون عن جد شو كان هدفه وشو بده وشو بده يحقق. ميشيل عون أسطورة. ميشيل عون عيب واحد نحنا ما حدا بدنا نحكي عنه، نحنا ما حدا بدنا نعطي رأينا فيه أصلاً. ما بيحق لنا نعطي رأينا بهالشخص يلي بده لبنان. يا جماعة ميشيل عون بده لبنان. حدا مين مثله؟ مين عمل مثله؟ حدا يعطيني اسم بالتاريخ عمل مثل ميشيل عون؟ حيرة بالدنيا كلها، والدول والمخابرات والسياسية والزعماء والأحزاب، بقي لحاله حياته كلها معارك ميشيل عون. بس في تويتات بترد عليك بتقلك لو ما من ميشيل عون ما كنا وصلنا لاتفاق الطائف، لو ما حروبه يلي عملها على السوريين والحرب يلي تسمى حرب بين المسيحيين مع انه هي مش هي تسميتها الصحيحة، ما كنا وصلنا لهون. شو بترد؟ ميشيل عون الوحيد يلي ما مضي على اتفاق الطائف، لأنه ميشيل عون عنده رؤية وعنده بصيرة. ميشيل عون عارف وين كان حيودينا الاتفاق اللي نحن اليوم فيه. تبتعوا طبقوا الاتفاق مثل ما هو كامل بكامل حذافيره، ليه ما بتطبقوه؟ ميشيل عون الوحيد اللي كان عارف لوين معقول يخدنا اتفاق الطائف. ميشيل عون كان الوحيد اللي حريص على حقوق بالوقت المسيحية واليوم المسيحية، لأنه نحن للأسف وأنا ما بحب أحكي هيك طائفيا، نحن بدولة طائفية، نحن ببلد طائفة. طب أنا شو ذنبي إذا اليوم في 19 طائفة ودين نحن بلبنان عنا؟ شو خصنا؟ عند قطع الرؤوس احفظ رأسك. وهذا الشيء اللي بيأمن فيه كان ميشيل عون، وهذا الشيء اللي كان شايفه ميشيل عون. انتم مين لتعرفوا مين ميشيل عون؟ وانتم مين لتقيموا ميشيل عون؟ شو عاملين قد ما ربع عامل ميشيل عون؟ الوحيد يلي ما وصلنا لهون هو اذا شيء ميشيل عون. الوحيد اللي كان عم بيحذرنا من انه من هيدي المرحله اللي نحن فيها هلا كان اذا شيء ميشيل عون. الوحيد اللي ما كان بده نوصل لهيدي الازمات اللي نحن فيها وهالحصار اللي نحن فيه هو ميشيل عون، ونحن هون لكسر ميشيل عون. ما حدا يقنعك غير هيك. كل شيء وصلنا له زينا هو لكسر ميشيل عون. معي كم منشور كان كذا يبعثهم ميشيل عون الجنرال للشباب، عم جرب ايام النشره. مزبوط، هيدا ايام انا كبرت كثير بس كان عندي حشوه ايام كنت انا بالجامعه. فعم جرب هلا برجع، بس يرجع يحكي يوسف برجع بنبش في محل كيف حكي عن انه هيدي المرحله جايه وهيدا الحصار كله جاي، واذا ما خضعت صحيح والنشر بعدد كبير من المحلات بدها تزيد، وما في غير بياخذوا لنا. شو بدهم ياخذوا لنا؟ اجسادنا انه رح نموت بس كرامتنا ما حدا بياخذها. هلا بلاقيها برجع اصلا يسوع المسيح بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بس خافوا من اللي بيقتلوا الروح. مزبوط. ايه حي كثير عم جابنا هلا زين. انا بدي كمان ما بقى معي كثير وقت، بدي اتطرق لشق التربيه والاخلاق والقيم الاجتماعيه يلي يمكن كمراقب انا بشوف انه بلشت تضمحل وتنفقد، يعني خاصه بالسوشيال ميديا اللي ما عم يعرف يستعملها جيل الشباب. انت شاب يعني بعده عمرك صغير، بعدك فيك تجرب هيدا الموضوع، ليش انت بعد عندك هذا العقل والتحكيم؟ وشو بتقولي لهم لهدول الاشخاص يلي يعني يلي بيعملوا بولينج على شكلك وعلى اسمك وعلى لانك طيار وعلى دكتيك؟ كل واحد فينا عنده خبريه، فشو بتقولي لهم لهدول الناس؟ قبل هول الناس بدي اقول لك مع الشباب بالطيار شو بنحكي، بس يكون شباب صغار خصوصا هلا، يعني ثابت انه هلا عندي بوتي بروجي مع الشباب عم بيكونوا صغار عم بقعد معهم بالعمر. شباب بالمدرسه يعني؟ لا لا بالطيار إيه بس انه هنا اعمارهم صغيره. ايه صغار بالمدرسه 16 17 18 ويوسف اكثر مني اكيد يعني بمسؤوليته. بس يقولوا لي انه بس تقولي ميشيل عون هن عن جد ما بيعني لهم، يعني هو حدا بعيد يعني اهلي بحبوه بس انت بس بكره انا بدي اقول لاولاد انه بالنسبه لهم انا لاولادي بدي اقول ستك وجدك كانوا يحبوه، صارت بعيده يعني صار في اجيال. بس ولا. هو بس هو مش يعني بس مش شخص، هو نهج فكره هذا البدء عليه، هو مش قصه شخص. هذا البدء لك انه هون الطريقه اللي بتحكي معهم فيها انه انا مش بحبه بس لشخصه، انا حظ حلو انه انا بس هو عنده مدرسه اخلاق في ادبيات ما بيتخطاها بتعاطيه مع اخصامه قبل مع الناس المتحالف وياها، هول اللي بتتعلميهم وهول ما بيبطلوا. يعني هو مش معقول مع الجيل اللي بعدين يتغيروا الاخلاق، اوكي يمكن بيتطوروا بالطريقه كيف تستعمل اخلاقك ان كان سوشيال ميديا او غير، بس هيدول الاخلاق هو اكزامبل منهم
وهول بيبقوا هما رح يبطلوا، يعني ما في شيء اسمه ديمودي انه ولا وانت لا صارت الاخلاق والقيم ديمودي، ما هو عم بيوصلونا لهيدا المحل. اكزاكتلي. فهون ها اول شغله بتنحكى للشباب، لانه التيار بده يكفي لو بعد وقت طويل، انه الاخلاق والاداب والقيم يلي عنا اياهم هول اهم شيء، وهول رح يبنوا بلد. فمن ها اقوى نقطه بالتيار الوطني الحر، بغض النظر عن شو بيطلع انه بالتيار بيتخانقوا وما بيتخانقوا، انه هالقد نحن ترانسبارون وما في مشكله، كل الناس بتتخانق والجدال هو دليل صحه، ومش اكزاكتلي مش وقت يمشوا كلهم زيت الصف. هون في كويستشن مارك بينسال انه انتم كيف كلكم مقتنعين بزيت الشيء، انه انا وامي ما بتفقنا وياها. ف شو كنت سالتيني؟ كنت سالتك عن القيم والاخلاق. يعني فليه بدي انجر اول شيء بالاخلاق؟ انه بنحكي بنكتب كل شيء عن كل الناس، بس بنح انه انا ما بتعرفي كيف بتقلب الشغله اصلا بالسياسه، انه انا من اليوم معقول سبك بعدين يمكن يجي على قانون نتفق. بس ما هي المشكله انه انا واجهك بالسياسه مش اوصل للشخص معي. إيه؟ يعني مش انه انا اقرر انه مثلا يوسف شكله مش حلو وانا اقوم انتقده على شكله اذا هو كاتب تويت خاصه بالسياسه. هون بدك تفهمي انه انت مقفلس، بس ما فيك تفهم، ما مش يفهم هاي المشكله، هذا افلاس، انه هاي ليش بدي ارد عليه؟ هذا مقفلس، لو عنده شيء ثاني يحكي، لو عنده مضمون بيحكينا فيه. افضل وسيله هي التجاهل برايك؟ انه اكيد شو بدك تقنعي انه ما فيك تشارعي جاهل عم بيهاجم يعني بس مش ملاحظه هالقد اوفر على السوشيال ميديا يوسف؟ بتعرفي ليش؟ لانه خصوصا من بعد 17 تشرين. ايه هدول الثلاث سنين، اخر ثلاث سنين. على فكره 17 تشرين هلا واصلين بالجواب، بس 17 تشرين باول نهار لها باول ساعاتها كانت تمثل كل واحد فينا. نحن بالتيار يعني انا بس وعيت على هيدا الحزب وعلى هودي المطالب وعلى هيدا النضال، انا وعيت على المطالب اللي كنت عم بسمعها على التي في ب 17 تشرين باول ساعاتها باول ايامها. انا صار في عندي بمحل معين نقاط استفهام انه انا ليش هن عم بيطالبوا بالشيء اللي انا صار لي سنين عم اهلي وانا عم نطالب فيه، انه انتم مين؟ كيف فجأة صار فيه هيدا الحراك؟ كيف فجأة بالليل وضحاها كرمال 6 سنت بساعة واتساب. كرمال 6 دولار على الواتساب؟ معقول؟ انه انا صار لي كل هالوقت، وهيدا اكبر برهان انه لكسر التيار الوطني الحر وكسر ميشيل عون بالوقت ما كانت هيدا المطالب عم يتضوى عليها. وهون اكبر مجرم بحق التيار الوطني الحر وبحق هودي المطالب اللي كانت بتوصل لبنان كله للخلاص هو الاعلام. اكبر مجرم هو الاعلام والاعلاميه اللي كانوا يرتشوا ويقبضوا كرمال يشوهوا سمعه التيار ويسوي اكيد ما بدنا نجمل، في كثير ناس منيح وفي كثير ناس النظر مأمنين بما بدأوا اكيد اكيد، بس انا الاعلام الاصفر اللي كان يرتشي كرمال وبعض المحطات وبعض الوسائل، بعض شدد على كلمه بعض، اكيد مش الكل، ما بنجمل ابدا بكلامنا، مثل ما مش كلهم يعني كلهم نفس الشيء، ما في شيء بنعمم، ما في شيء، ما في شيء بيتعمم اصلا بالحياه. مشان هيك نحن وصلنا لهيدا اذا بدك السيتويشن اللي نحن فيها هلا، الحاله اللي نحن فيها هلا، هذا الوضع اللي نحن فيه هلا، انه صار في كتير جهل وصار في كتير قله اخلاق وصار في كتير انحطاط بطريقه الحكي وبطريقه النشر على السوشيال ميديا مثل ما عم تحكوا هلا، لانه صارت موضه، صارت هيدي صارت هالطريقه، صارت هالطريقه بتجيب فيوز، صارت هالطريقه بتجيب بتجذب. صحيح. يعني اذا واحد سابب على تويتر فوت بشوف كيف استرجع يحكي هيك، بس انه شفته صار في عنده فيو زياده اللي هو انا عرفتي ايامات بيصير شو بيصير هو يعمل هيدا الشيء ليجيب عدد متابعين زياده وفيورز زياده. باغلبيه الاوقات هي الهدف من هذا الانحطاط الاخلاقي على السوشيال ميديا هو كرمال المشاهده، نسبه المشاهده بس مش اكثر. زينا بتشتغلوا هلا شو عم تعملوا بروجيات بالطيار كشباب؟ بالصيفيه اكيد اشتغلتوا كثير اكثر لانه ما كان في جامعات وما كان في مدارس. هلا يعني كيف انت اذا شباب صغار بدك تقنعيهم، بدك تكون عم تتواصل انت وياهم، شو الاسلوب يلي بتعتمديه؟ كثير صعب. بدي بس جاوب شغله قبل، وقت حكيته عن الاخلاق على السوشيال ميديا وعن وسائل الاعلام، انا مش بس بدي احكي عن الاخلاق، بدي احكي عن الاحباط يلي هول الطريقه اللي عم نحكي فيها بهالنيجاتيفيتي انه البلد رايحه خراب. مين قال لك انه ليه هالاحباط على العالم وعلى الشباب اللي جاي اليوم عم بيقلع بحياته؟ بتقول انه ما رح يقلع هيدا البلد، احسن لك تفل، احسن. مين قال لكم ليه هالاحباط؟ بعدين هو الشباب هن اللي رح يعمروا البلد، فهيدا الاحباط هو مشكلة اكبر بكثير من الموضه بتبطل، يعني هيدا المثبات رح يجي نهار رح تبطل. بس الاحباط في امبارح كنت حدا عم بيخبرني باحدى المستشفيات يوميا في حالتين انتحار او محاوله انتحار، شيء مش طبيعي.
كلنا عم نعيش الأزمة، كلنا ما في حدا بوضعه منيح، ما في حدا زينا. هيدا الشيء كل إنسان بيتقبله بطريقة، يعني كل إنسان بيعمل ردة فعل على السيتشاسيون يلي هو فيها بطريقة. بس اللي بموقع مسؤولية عنده منبر يحكي عنه مفروض يكون حامل مسؤولية الناس. صحيح. يعني اللي عم بيحكي ما بتحبط الناس، أوكي نحنا بأزمة رح تقطع مشاكلها هون، رح ليه هيدا النيجاتيفيتي وهالستريس اللي عم بيخلق زيادة عن الهموم اللي نحنا فيها عم توصل شبابنا لمحل عن جد؟ يعني أول شغلة بدي أي باك بدك تعمل باك فرنسي، بقى أنا بدي فل، ليه بدك تفل؟ تم خد نفس لأنه العالم عم بتفل لأنه موضة الفلة. ها أول شغلة بتوجيها أفك لجان، أنا بدي فل، ليه بدك تفل؟ وعشنا برا وجينا، إنه ليه بدك تفل؟ ترجع تحكي معه تفهمي إنه لا مش لازم كلنا نفل، في هون هاد بلد بعد بيحملنا. وفي رسالة الناس انه في ناس لازم تفل وتشتغل برا، وفي ناس لازم تشتغل هون، وفي المنتشرين يلي عم يدعموا اللبنانية اللي هون كمان ما بدنا ننساهم. يعني هو سيركل طول عمره لبنان عايش على الهجرة وعلى المصاري اللي بتجي للأهل من الخارج، يعني ما انه شيء جديد هيدا. ما عن جد ما بعرف انه مع الشباب اهين شيء يقول له يعطوك نيجاتيفيتي، وقد ما فيك انت تحط امل اكسبيريانس بيرسونيل. حدا مثلا بده يعمل حكيم بتختي عند حدا حكيم باقي هون، انه انت شو البوزيتيف، انه هيك كل حدا ملكا انه حلو التعامل مع الشباب. هي كتير كتير حلو، بيعطيك انرجي كتير. يوسف كمان بدي منك كيف انت بتتعاطى مع بتقلي معقول يعني مع تلاميذ صغار بعدهم بال 15 16 17، كيف عم تشوف هيدا الجيل الجديد؟ يعني انت مانك كبير اكيد، بس انه السنين الفرق بتعمل فرق كبير بهذا العمر. اكيد الحقيقة خبرة لمحل، يمكن انا بلشت قبل شوي من وقتي مع انه ماني كتير كبير بالعمر، بس انا التعامل تبعي بالشغل الحزبي مع شباب صغار بعضهم بالمدارس تحت 18 سنة، وهي هيدي المرحلة هي أصعب مرحلة عند شاب تيكون فكره ويقرر مزبوط مصيره السياسي أو خياره السياسي، ياخد قرار بخياره السياسي لبعدين. لأن إذا بالمدرسة على عمر 16 17 18 ما كان عارف بمحل معين وين هو بده يروح، مثل الأورينتيشن للجامعات، إذا واحد ما كان أخد قرار بهذا العمر شو معقول يعمل بس يتخرج من المدرسة، نفس الشيء بالسياسة، إذا واحد ما كان واعي على كل شيء فيه حواليه من أخبار من أحزاب من ماضي لحاضر لوجهة نظر مستقبلية، ما بيقدر ياخد قرار بالسياسة. ونحن هيدا أهم إذا بدك نقطة عنا، وأصعب بنفس الوقت أصعب تشالنج، يعني أصعب إذا بدك تحدي لقلنا، إنه نقدر نحن نوصل هيدا الحماس يلي نحن في عنا جيلنا، أنا بحكي عن حالي للأصغر مني. ليش أنتوا بتكون تستحوا أنكم مع ميشيل عون أو مع التيار الوطني الحر؟ أنتوا من شو خيفانين؟ العالم كله بتقطع بأزمات، كل الأحزاب بتقطع بأزمات، نحن حدكم، أنتوا كنتوا حدنا على الحلوة وانبسطتوا معنا وفرحتوا معنا، نحن دورنا نكون حدكم على المرة ونوقف حدكم ونعطيكم معنويات ونشد لكم عصابكم مثل ما أنتوا معنا، نحن معكم، نحن قدامكم مش وراكم. نحن أنا عم بحكي كمسؤولين بقلب الحزب مستلمين ملفات طلابية، أنا يمكن مش عم بحكي عن غيري، عم بحكي عن حالي. صحيح. وعن زملائي. من شو هتلاقين هم؟ أنا هذا بدي أقول لهم إياه، أنتوا بمحل منتصرين وبكرة التاريخ حينصفكم، أنتوا اللي حتبقوا اليوم مع التيار الوطني الحر من بعد كل شيء قطع فيه التيار، مع العلم أنه ما حدا بالعالم ولا حزب بالعالم بضاين 1% من اللي قطع فيه التيار، ما حدا بدل واقف على اجريه، التيار بقى واقف على اجريه، لبل مش بس بقى واقف، اتحدى وبقى يتحدى لحد ما يوصل لهدفه، واكبر دليل الكتله النيابيه الاكبر اللي جبناها بالانتخابات. صحيح. يعني بمحل معين صار في شمس عم تطلع والنور عم يبين والحقيقه عم تبين. انا بعد معي دقيقه بدي كلمه اخيره منك زينات اختمها كمان، مثل ما بلشت ladies first بدي اختمها معك، شو الكلمه الاخيره اللي بتحب توجهيها للشباب؟ انه احلى ديسيزيون أخذتها إنه أبقى بلبنان وبالطيار الوطني الحر. فعن جد ما تستحوا بشيء، خصوصي وقت ضميركم يكون مرتاح، لأنه هيدا أقوى سلاح بين إيدينا تنحارب حيالة أزمة. وجاي الفرج، ما في مجال الفرج رح يجي، والبلد ما بنتركه لغيرنا، البلد للناس الطيبة للأوادم للناس الطموحة، لأنه أكتر من هيك أرض خصبة تحمل مواهب وناس وبشر قوية ما في عنا، كل شيء بخلينا نحلق وين ما كان. فما نعطي هيدا القوة لبلاد برا، بالعكس
هيدا البلد هلأ عايزنا وهلأ الأوبورتيونيتي اللي مفتوحة هلأ إذا بنتحمل بس يبلش يقب بقلقنا. شو بدك تقول؟ آخر شيء بدي أقولك بدي وجه للشباب بلبنان إن كان بالطير أو برات الطيار، نحنا بلبنان لبنان استفدنا منه بس كان بأحلى حالاته وكان كان اقتصاد تبعه مزدهر، حرام نتركه بأزماته وحرام نفل بس يكون لبنان مجروح وعايزنا. وشغلة تانية وأخيرة بدي أقول لهم إياها، هي بده يفل من لبنان بعمر الشباب تيتعلم تيجيب شهادة تيعمل اكسبيريانس لإله، واحد مش غلط أبدا يكون عم بيحط حاله بمواقف بمواقف صعبة تيقدر هو يقسى ويقوى بمحل. طلعوا من لبنان بس عطول خلوا لبنان براسكم وبقلبكم، خلوا لبنان بوجدانكم، كونوا انتو سفرة للبنان بالخارج ما تكونوا سفرة للخارج بلبنان، خلوا لبنان مثل ما بيقول جنرال بقلبكم وبفكركم وعطول هو يكون طموحكم وهو يكون أملكم. أنا بدي أتشكركم كتير على هالحلقة مشاهدينا، كمان بدي أتشكر متابعتكم وبلتقيكم الأسبوع المقبل، على أمل دايما أنه الأمل يضل موجود بقلوبنا ولبنان يضل موجود بوجداننا وبعقلنا. إلى اللقاء.